الآن سنجري السحب وسنختار أول فائزين في هذه الفقرة من 49,021 إجابة صحيحة وصلتنا إلى البرنامج، ومبروك وبسم الله نختار الفائز الأول. مبروك للفائز صاحب الرقم 77194740. مبروك إذا لصاحب الرقم 77194740. طيب الآن نذهب للقرعة ونختار الفائز الثاني معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال، وأذكركم وصلتنا 66,241 رسالة. الآن سنختار الفائز الثاني وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني، ومبروك للفائز صاحب الرقم. بسم الله. مبروك للفائز صاحب الرقم 730168720. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 730168720. مبروك للفائز الثاني، وسنجري القرعة ونختار الفائز الثالث وقيمة جائزته أيضا 50,000 ريال بعد دقائق. نختار الفائز الثالث عن سؤال أمس وقيمة جائزته 50,000 ريال، وأذكر أنه عدد الإجابات التي وصلتنا أمس 66,241، وهذا رقم كبير ومميز أن تصل عدد الرسائل للبرنامج، لكن المؤسف أنه عدد الإجابات الخاطئة 17,222 إجابة خاطئة. كانت الإجابة أمس واضحة، ويعني أطلب منكم أنكم تركزوا في إجابة اليوم، والأسئلة سهلة، ونتمنى أن تكون كل الإجابة التي تصل للبرنامج إجابة صحيحة، وفقط فقط فقط أرسلوا رقم الإجابة. الفائز الثالث معنا وقيمة جائزته 50,000. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 77313578. إذن مبروك لصاحب الرقم 77313578. مبروك إذن للفائز الثالث معنا وقيمة جائزته 50,000 ريال،